بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور بوهالي عز الدين، قمنا بتنظيم هاد الحملة الطبية بمشاركة ما بين جوج جمعيات ديال المجتمع المدني، اللي هي جمعية إسليم للثقافة والفن والتنمية، وجمعية ولاد رابح مزين. والطاقم الطبي هو مختلف، كاين أطباء من القطاع الخاص وأطباء من القطاع العام وأطباء من الضمان الاجتماعي، والاختصاصات اللي كانوا هي القلب، الغدد والروماتيزم، وتطبيب النساء والأطفال، والطب العام. والهدف من هذا تنظيم هذه القافلة؟ الهدف هو مساعدة الساكنة ديال القروية باش كتمكن حتى هي من التطبيب.